بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. ودم على تواضع لا تفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. لكن اختصاص بالعمل لا اختصاص بالعنصر. سادتنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم اختصاص بنصرة الدين النبوي للأمة، وكان لهم ميزة عن سائر الأمة، ميزة النصرة، وميزة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون للنصير، كان أكثر أعداءه وخصومه هم أقرب الناس له، عمه وأعمامه الآخرين وغيرهم. وكان كما في ديننا الإسلامي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مزية واختصاص، لأنه من صار هذا الدين وأنه من وجدت معركة في دين الله تعالى، وكان أسودها وكانوا على مقدمة التاريخ وعلى مقدمة السفر. فالاختصاص بهذا الدين بالعمل لذلك كان هذا المعنى واضحا وظاهرا عندما ذكر الله تعالى هذه الانقسامات الاجتماعية، فقال: وجعلناهم شعوبا وقبائل للتعارف. من هنا من هذا الاختلاف الاختلاف، لأنه لو كنت أنا وإياك اختلاف من بعض ونسخة ربهم من بعض والمجتمع شيء واحد، لكن المجتمع عماميا ومجتمع كافر ومجتمع قطيع، إنما يكون الجميع على صدق.